بهدف إكساب أطفال وطلبة المدارس مهارات متنوعة خلال العطلة الصيفية، أقامت البطريركية اللاتينية في كنيسة الملاك ميخائيل التابعة لدير اللاتين السماكية الكرك، وبالتعاون مع مجموعة SOS، مخيماً صيفياً بعنوان مغامرة حب، بمشاركة 100 طالب وطالبة من المرحلتين الأساسية والإعدادية، إضافة إلى 30 مسؤولاً متطوعاً من الأعمار المختلفة. واشتمل المخيم على العديد من الفقرات المتنوعة والألعاب الرياضية المختلفة وتدريبات على الأشغال اليدوية والطبخ، علاوة على تزويدهم بدروس تقوية في اللغة الإنجليزية. طبعا زي ما عودتنا السماكية دائما على مخيماتها الصيفية، السنة هاي عندنا مخيم صيفي باسم مغامرة حب، وإن شاء الله يكون السنة غير زي ما عودتنا السماكية إنها تكون دائما في القمة. واليوم إحنا عملنا أشياء كثيرة، أشغال يدوية، ودائما إحنا منصلي أولية المخيم، منصف الطابور حتى نفوت، عشان هيك أنا بحب المخيم وبشكر كل المسؤولين عليه. وفي كنيسة الروم الكاثوليك في الفحيص اختتمت فعاليات المخيم الصيفي السنوي افرحوا مع الرب دائما، الذي أقامته الكنيسة للأطفال المهجرين العراقيين الذين يزيد عددهم عن 150 طفلاً ممن تم إشراكهم بالمخيم بهدف إحياء الأمل والروح في نفوسهم. وأكد قدس الأب بولس حداد راعي الكنيسة أن الهدف من إقامة هذا الحفل الذي اشتمل على صلاة ربانية وتراتيل دينية ومسرحية من تقديم الأطفال العراقيين، خلي قلبي معاك لأن أنت هو الفرح الحقيقي. آمين. هو دعم الإيمان المسيحي والفرح بيسوع المسيح الذي يملأ حياتنا، لافتاً إلى أن سعادة الإنسان ليست بالمال، إنما بقدر إيماننا ومحبتنا لبعضنا بعضاً. وأعرب الأب حداد عن تمنياته بعودة الأخوة المهجرين إلى ديارهم ووطنهم، خاصة بعد تحرير الموصل ونينوى من عصابات داعش الإرهابية. كل سنة عم نعمل 2، لأنه أعداد الأطفال العراقيين ما شاء الله كتار في الرعية عنا هنا، بوصل عددهم من 100 إلى 150 طفل، وكمان أولاد الرعية من 200 تقريبا ل250 طفل. فكل سنة عم نعمل هالمخيم للأطفال العراقيين اللي يجوا من الغوصل، ونشعرهم في محبة يسوع، وإنه يسوع معهم حاضر ومع أهليهم ومعهم وين ما كانوا. وأكيد نحن نتمنى أنه ترجع الموصل ويرجعوا أهل الموصل إلى الموصل، ولكن بإذن الرب ترجع الأمور حلوة. ولكن أكيد الموجودين هنا معظمهم يعني بيستنوا الهجرة، بيستنوا أنهم يهاجروا إلى أستراليا، الرب يكون معهم. ولكن أكيد نحن منحب أنهم يرجعوا لبلادهم وترجع تتعمر يعني العراق بمسيحيها ومسلميها. إن شاء الله أنه نوصل إلى الهدف، والهدف هو أنه هيك نحيي الروح فيهم ونحيي الأمل من جديد فيهم دائما. وبهالمناسبة نتشكر كمان نورسات اللي دائما معنا. أكيد هذا الشيء يدعم إيماننا المسيحي، يفرح الأطفال، يفرح الشبيبة، والكنيسة دائما تعمل هالأشياء حتى تكون بمرافقة الناس اللي تركوا أوطانهم وهاجروا وإجوا إلى الأردن الشقيق، وبعدين أكيد مرحلة من مراحل حياتهم ممكن أنه تتواصل حتى يوصلون إلى غاياتهم، والرب يكون دائما هو اللي يرافق الجميع بكل نشاطاتهم وبكل حياتهم. كثير كنا مبسوطين، المخيم كان بيتخلله من عدة مراحل، من عدة محطات. المحطة اللي كانت مهمة جدا كان اللقاء الديني وكان التراتيل، لكن كان في محطة أشغال فنية، كان في محطات مختلفة من الألعاب المختلفة، وكل ده كان كثير بيستند على تعب الخدام وتحضيرنا تقريبا من شهرين. كان كمان معانا مخيم إعدادي وثانوي،
وهي كتير اتبسطوا لأن كتير عملوا علاقات مع بعض، علاقات كمان مع مسؤولينهم أقوى، قدروا يدخلوا في جو التعليم المسيحي اللي كنا بنعمله كل يوم ثلاث، وبكده كمان هم خدوا مواضيع تخص سنهم وبتكلمهم على مرحلتهم، على مرحلة حياتهم، وفي نفس الوقت تعلموا أشغال يدوية مع رقصات ومع تراتيل جديدة. وفي ختام الاحتفال الذي شهدته الدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب نورسات الأردن وعدد من المدعوين، جرى توزيع الهدايا على الأطفال المشاركين بالمخيم والتقاط الصور التذكارية وسط أجواء من الفرح والسرور.